تكلمني شوية عن علاقة صالح بعمر. والله العلاقة دي ابتدت من قبل حتى ما والدي يتجوز، يعني ده اللي أنا أعرفه. يعني كان عمر ممثل وأبويا لعيب كورة وأصحاب، وبس أنا بقى لما اتوجدت على هذه الأرض كان برضو عمر الشريف كان مخلف مع مدام فاتن طارق، وطارق كان بيني وبين اخويا، يعني اخويا وبعدين طارق وبعدين انا، فكنا على طول سوا، وكنا مثلا نروح نبات عندهم في البيت او يجي هو يبات عندنا ونلعب سوا ونيجي النادي سوا وكلام من ده. والغريب ان انا افتكر اول مره شفت فيها عمر الشريف، يعني كان برضو بالنسبه لي ممثل، يعني ما في البيت عند طارق برضو، وبعدين احنا كنا عمالين نلعب، كان فاكر ان عند طارق كان في عنده مدفع رشاش كده بتاع احمر ببطاريات تك 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 تك، فعمالين نلعب وبتاع، وانا بلف كده لقيت عمر الشريف قدامي، فرحت باصص له، وفي عقلي بالي قلت الله، طب ما هو راجل جميل قوي الراجل ده يعني، بس فقمنا سلمنا عليه وكلام من ده، ومش اكتر من كده. دارت ليام ومثلت معاه. اه، تجربتك في التمثيل معاه تقدر تكلمني عنها شوية؟ تجربة جميلة جدا، لأن احنا وقتها كنا بنشتغل بطريقة غريبة، يعني المواعيد واللامبالاة والتأخير وحاجات كده. لقيت عمر الشريف اللي هو المفروض بقى، يعني لو في حد هيعمل نجم المفروض يبقى عمر الشريف بالظبط. صدقني يا طارق، يمكن رحت يوم واحد يمكن قبليه الاستوديو، ولكن كان عمر الشريف يبقى لابس لبس الأراجوز اللي هو لبسه، وقاعد أول واحد كل يوم يجي الاستوديو يلبس ويقعد في اللوكيشن، مفيش أي حاجة، التزام، مساعدة. أنا بالنسبة لي كان برضو إن أنا واقف قدام عمر الشريف في حاجة كبير، في حاجة في فيلم، يعني مش ده بالنسبة لي فرصة عمري يعني، فبرضو كنت مرعوب. اللطافة والرقيق جدا في معاملته، بيشجع ويقول لي طب اعمل مش عارف ايه، راجل ما بيفكرش في نفسه بس، انما بيفكر في الشغل كشغل وكل اللي معاه. استفدت من تمثيله ومن طريقته معاك؟ استفدت من اني فهمت ان عشان تبقى بني ادم عالمي اهم حاجة انك انت تبقى ملتزم جويك وبتحب الحاجة اللي انت بتعملها، لان ما اظنش ان اي حد فينا حتى في مصر وصل الى النجوميه غير لما حب الشغل والتزم في الشغل. عرض عليك انك تمثل معاه بره مره؟ أي والله عرض عليا كتير بس انا رفضت. لا. كان بيحضر لشخصيه الاراجوز ازاي؟ تحضير الاراجوز متهيألي هو كان بيقول لك انا احلى حاجة شدته في هذا الفيلم انه الاراجوز ده لسانه ما بيقولش غير الحق، التيمة دي عجبته، فمتهيألي بنى كل الفيلم على هذا الكلام، وفعلا كانت حاجة جميلة جدا.